حديقة العامرات تستقبل أكثر من 150 فرقة للفنون التقليدية التي تشارك في فعاليات القرية التراثية ضمن احتفالات مهرجان مسقط لعام 2015، حيث تقدم هذه الفرق ألواناً مختلفة من الفنون التراثية. إدارة البيئة والشؤون المناخية تدشن مشروع زراعة بذور أشجار السمر بمنطقة الزروب بولاية البريمي، والمشروع يتضمن ما يقارب 15 مليوناً و 700 ألف بذرة ستزرع في مناطق مختلفة من المحافظة. قطاع غزة يشهد تراجعاً في منتجات الخياطة، الأمر الذي دفع غالبية المصانع إلى إقفال أبوابها في ظل تدفق الملابس الصينية المستوردة على أسواق القطاع. فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني يعلن أن المفاوضات الجارية مع إيران حول برنامجها النووي دخلت مرحلة حاسمة، مؤكداً ضرورة استغلال المهلة الزمنية الجديدة للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي. مدينة أتلانتا الأمريكية تحتفل بمشروعها الكبير وهو استاد أتلانتا لكرة القدم الأمريكية، حيث ستضاف هذه الجوهرة لمعالم رياضية بارزة في الولايات المتحدة التي تطمح لاستضافة أولمبياد 2024.